وين أمي؟ شو صاير معك؟ ما بعرف. أبو زين وين؟ كمان ما بعرف، بس الجيران قالوا لي إنه الأمن إجا أخذ أم الزين. رحت عندكم على البيت، دقيت على الباب كتير بس ما حد رد علي. لأي بيت رحتي؟ على البيت اللي استأجرته، واتصلت بنهلة وأبو الزين كمان ما ردوا علي. يا بي يا ريت الكذبة اللي بنكذبها على منار تكون صح. جرحك بعد ما بسطه يطيب. آه يا جابر، على الرغم من كل إشي عملته معي ما بقدر إلا أتوجع وقت تكون أنت مجروح.